النادي الأهلي مع الكابتن محمد رمضان عامل أرقام تاريخية. النادي الأهلي نازل بتقله أرقام تاريخية في العقوبات في زيادة الوزن. النادي الأهلي الفريق أخد أسبوع أجازة، كابتن محمد رمضان بمنتهى الصراحة كده كلمت لاعب فقال لك كابتن محمد رمضان نبه على بالعقوبات دي أو بالأرقام اللي قالها دي، كل اللعيبة قفلت التلاجات. واحد قال لي كده النهاردة، لعيب قعد تضحك، قال لك كله قفل التلاجات بالبلدي كده، قال لهم بص فسحت وبسطت وبتاع، راجع لي بميزان سليم، راجع لي بميزان سليم، اي حاجه تانيه سيادتك ما تضيعش وقتك، هتاخد رقم تاريخي لان مفيش وقت، المكنه دايره على طول، يعني دي اجازه بلا تلاجه. واضح كده الامور؟ يعني دي اجازه مش اجازه هتعمل بقى فتره اعداد وترجع وتاخد وقتك وتاخد نفسك، مفيش الكلام ده، انت اخد اجازه بس مطالب منك ان انت ترجع سيادتك فت، ترجع بوزنك، ترجع بامورك، لان في عقوبات ماليه الكيلو اغلى بكتير من كيلو اللحمه. الامور اهي واضحه، يعني اللي هياكل كيلو لحمه هيدفع ثمنه غالي. الكابتن محمد رمضان بيدرس العقوبات بعد كده من هنا ورايح بنسبه المشاركات، يعني مش هيبقى رقم، مش هتبقى انا خصمت منك رقم، لا كذا في الميه من عقدك، عشان ابو بجنيه غير ابو 5 جنيه غير ابو 3 جنيه، كل واحد تبقى الامور هنا مختلفه. واعتقد ان هي دي برضو قصه عادله، اعتقد ان دي قصه عادله، زي ما الكابتن رمضان برضو بيبحث ان هي يكون في نسبه من الفلوس على نسبه البطولات. والشعار اللي رفعه النادي الاهلي معروف للعيبه، كله على الميزان، واللي هيزيد كيلو هيبقى زعلان، عشان الامور تبقى واضحه اهي، وعشان يبقى احنا قلنا اللي علينا ونورنا اللي قال كشاف، لان الفلوس هتبقى كتير. بالبلدي كده محمد رمضان عايز يقول ايه؟ انت في الاهلي بتاخد فلوس كتير، انت في الاهلي بتعمل بطولات كتير، انت كمان في الاهلي اما بتاثر بيتخصم منك فلوس كتير، مش بس بتاخد فلوس كتير وخلاص، في ثواب وفي عقاب، وهي الحقيقه عادله. عايز اقول لكم ان في حاله يعني قلق شويه دلوقتي في النادي الاهلي في موضوع وسام ابو علي. وسام ابو علي هناك مناوشات. يعني ايه مناوشات؟ وسام ابو علي هناك مناوشات من بعض الشركات الخارجيه، لان في عروض للراجل ده. الاهلي بيفكر، الاهلي قافل السكه من اول الشارع، يعني قبل ما تنزل من كوبري 6 اكتوبر كده، من اول الجبلية كده قافل الطريق، يعني ما تقوليش انا مش سامعك، لان مفيش فرصه حاليا، الاهلي ما عندوش فرصه. ما تيجي تقول له وسام ابو علي يبقى مفيش بديل، مفيش حاجه قدام، مفيش سماع لارقام. وبقت المشكله كمان، قال لك ايه؟ طب نسمع. زمان كان بيقول لك اسمع بس انا اصلا مش عارف ان انا اجيب، يعني مش عارف ان انا هجيب البديل وهجيب بكام، اي ارقام انا همسكها هجيب النهارده بكام. بتقعد النهارده عشان تجيب مهاجم، تدور في مهاجم واثنين وثلاثة وتاخد فرص، وفي الآخر السوق صعب والأرقام بعيدة جدا جدا جدا. فوسام أبو علي الأهلي حط عليه يافطة ليس للبيع ولا للتفاوض، وما حطش رقم تليفون عشان حد يسأل. أمور واضحة أهو، يعني عامة بتحط اليافطة للاستفسار. النادي الأهلي حاطط على اليافطة مفيش استفسار ومفيش نمر التليفون ومفيش تفاوض ومحدش يفتح معايا الموضوع اتليست لنهاية الموسم، وبعد كده نشوف. طيب الكابتن محمود الخطيب ادى تعليماته ان مفيش حديث عن الاتنين حراس مرمى. كنا زمان بنسمع على عروض لمحمد الشناوي على طول، دلوقتي بنسمع عن عروض لمصطفى شوبير على طول، في عروض لمصطفى شوبير من خارج مصر. النادي الاهلي ابتدى يسمع الحاجات دي كده، الرمي، كل واحد وكيله، كل واحد وناسه، كل واحد والمقربين منه. فعشان يقفل الباب النادي الاهلي قال لا الشناوي ماشي ولا مصطفى شوبير ماشي. حضراتكم قاعدين معانا سنتين، مين اللي يلعب مين اللي ما يلعبش، مشاركه مش مشاركه، محدش يتكلم في القصه دي. الكابتن محمود الخطيب قفل الباب، مفيش حديث على مين اللي يلعب ولا مين اللي ما يلعبش، ولا القصه ولا الحكايه والروايه، الموضوع حضراتكم منتهي، الموضوع حضراتكم منتهي. موضوع علي معلول، موضوع علي معلول، بعض الناس المقربين، كان في حفله من يعني من يومين كده،
وحصل حديث مع ناس مقربه من علي معلول. الاهلي شعورك، القصه، الموضوع، انت متضايق، انت زعلان؟ قال لهم الاهلي ابدى ترحيبه جدا بالتجديد معايا وانا موافق وما عنديش مشكله. قال له بس في شرط ان انت ترجع وتقف على رجلك. كان قرار علي معلول قرار الحقيقه او تصريح جريء جدا. لما حد بيقول له ان ده احنا سمعنا الكابتن محمد رمضان بيقول ان انت لازم حضرتك يعني تقف على رجلك عشان الاهلي يجدد لك او قال لهم انا ما عنديش شك. اسمع مني يا استاذ، سيب اللي في ايدك هناك واسمعني من فضلك، سيب اللي في ايدك، ركز معايا. هو علي معلول قال ايه؟ انا ما عنديش شك الاهلي هيجدد لي، يعني الاهلي كده كده هيجدد لمعلول. طيب امال ايه بقى موضوع تقدم مستوى وتقف على رجلك وبتاع؟ علي معلول رد وقال انا لو ما وقفتش على رجلي وما قدمتش مستوى طيب انا شخصيا مش هكمل. يعني ايه؟ يعني انا قال لهم انا بستغرب جدا من سماع الحديث ده ان الاهلي جدك بشرط انك تبقى كويس، ما انا لو مش كويس مش هقعد. افرض انا حسيت ان مش قادر ارجع، مش قادر اقدم المستويات المطلوبه، هقول الاهلي ايه؟ يعني احنا بينا عشره كبيره وبتاع وانا هجدد تاني سنه او سنتين. فهو الراجل مش في دماغه، هو بيقول لهم انا ان شاء الله باذن الله هرجع مستوايا وكسر الدنيا وما عنديش اي قلق ولا اي مشكله من اي حاجه. الحته بقى اللي الناس بتحطها، اللي هي طب شرط مستواك، قال لهم انا لو مش واقف على رجلي انا اصلا مش هكمل. موضوع سهل وبسيط. فحته علي معلول ارجو ان الناس تشيل قصه علي معلول من دماغهم. علي هيرجع وكسر الدنيا وتالق. الاهلي شاري علي وعلي شاري الاهلي، وكل سنه وانتم طيبين، وكل عام وانتم بخير، وكل عام وانتم بخير. تحت شعار سبحان مغير الاحوال، تحت شعار سبحان مغير الاحوال، كولر بيقول للجنه التخطيط في الاهلي ان يامنوا عقد طاهر، ان طاهر سنه صغير فطاهر يكون ماضي 3 سنين على اللي عدى يبتدوا الاهلي يجدد معاه. طاهر اللي كان جاي له عروض في الدوري المصري وكان هيمشي. مين اللي ماسك في طاهر؟ مش انا، لا مش انا سيف، لا كولر نفسه ابتدى يقول لهم امنوا لي طاهر، امنوا لي طاهر. وابتدى كولر، سبحان مغير الاحوال برضه يقول ان طاهر خط احمر، طاهر خط احمر، وحط معاه بعض الاسماء زي اكرم توفيق، زي قفشه، زي امام، زي الاساسيات او الناس اللي هو بيبني عليها، الاساسيات او الناس اللي هو بيبني عليها. لجنه التخطيط فتحت حديث مع كولر فيما يخص الامور الفنيه، وان المكسب محتاج متعه واداء وعايزين كل الماتشات، وكولر كان كلامه واضح. والرساله دي برضو مهم الجمهور يبقى عايزها. كولر قال لهم انا عايز اكسب كل الماتشات ومتعكم كل الماتشات واكسب بنتيجه كل الماتشات واعمل كل حاجه، بس ده مش موجود في عالم كره القدم. مش موجود. الموجود ان انا بقول للعيبه حاجات ساعات بتنفذها، ساعات ما بتنفذهاش، انا مش هنزل احط انا اجوال بنفسي. ساعات يومنا، ساعات مش يومنا، المهم ان حتى لو مش يومنا اكسب واجمع ابنات واخد بطولات. هسعى للاداء الجيد والاداء الممتع، بعمله احيانا. مباراه سيراميكا الشوط الثاني هو افضل شوط للنادي الاهلي من سنين. عادي. ممكن المباراه اللي بعدها مش افضل شيء، بس بكسب. المهم ان انا بكسب وبنتزع الثلاث نقاط، لان انا عندي بطولات كتير وعندي اداء كتير. فانا النهارده هبص ان انا اقدم كوره حلوه ولا اخد بطولات، انا عايز اعمل الاثنين. بس في المهم فالاهم، هي دي النقطه المهمه، هي حضراتكم دي النقطه المهمه، ان انا اقدم كوره كويسه.